يواصل مهرجان وزارة الإعلام الذي تم افتتاحه بمناسبة الأعياد الوطنية تنظيم فعالياته اليومية، وذلك في القرية التراثية بمنطقة رأس حيان في المحافظة الجنوبية. وتشتمل فعاليات المهرجان على العديد من الفقرات والأنشطة كعروض الفرق الشعبية والسوق الذي يضم محلات ومنتجات متنوعة، إلى جانب البرامج الترفيهية للأطفال والتي تتيح للزوار الفرصة بالاستمتاع بأجواء القرية التراثية بما تحتويه من نماذج عمرانية دائمة تعكس مراحل مختلفة من تاريخ مملكة البحرين. وتشارك وزارة الإعلام بمهرجانها الجماهيري في القرية التراثية في رأس حيان كمشاركة واحتفاء بمنجز وطني تعمل الوزارة على إبرازه في الأعياد الوطنية المجيدة بما تعكسه القرية التراثية من جوانب مهمة في مسيرة تطور مملكة البحرين المتصلة بالإنسان والعمران. هذا وتستمر فعاليات مهرجان وزارة الإعلام في القرية التراثية حتى 20 من الشهر الجاري، حيث ترحب بزوارها من الساعة 4 وحتى 10 مساء. إن القرية روعة روعة وشيء عمل جبار، لأن كل الأمور الطيبة والتراثية موجود فيها، وعادتنا إلى 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 الزمن الطيبين. هاي فرصة يعني منها ان احنا نستمتع بالاجواء بشكل عام التراثية، ومنها ان احنا نستمتع باجواء العيد الوطني، فاي كانت هاي فرصة حلوة. القرية وايد وايد حبيناها، ومثل ما نشوف ما شاء الله اقبال كبير عليها يعني. وايد حلو المكان يعني، استمتعت وانا اشوف الاوادم واشوف العارضة والاشياء اللي سووها هني وايد حلوة، وصدق يعني هاي المكان حسيته ردني نفس الزمن الاول قبل. طبعا الاجواء حلوة وسلمك الله، ما تخلى من الفعاليات الجميلة هو التراث، هذه أصلنا، وإحنا بكوننا إن عيال عرب وعيال قبائل نحب طال عمرك هالتراث الطيب. شفت الفعاليات بالتلفزيون وأبهرتني، فقلت إني أزورها صراحة، ولما جيت صراحة ما شاء الله تبارك الله الفعاليات كثيرة متنوعة وجميلة، وما يعني ممكن إني أرجع للمكان نفسه مرة ثانية. الليوة والفجيري ما شاء الله والعاشوري يعني هو اللي شدني الفنون الشعبيه.